يقول السيد تغرمت يقول لزوجته إن قسى عليها كانت مطيعة وهادئة عملها بالحسنى تمردت يعمل إيه؟ عفوا يقول زوجته إن قسى عليها كانت مطيعة وهادئة يعني يسب وجهتهم تكون كويس. نعم يعني يسب وجهته مضرب تكون كويس طيبة تمام وإذا تعامل باللين تكون متمردة سيئة. لا أظن ذلك يعني يعني فطرتها منتكسة لا أظن كذا. ربنا يقول في كتابه الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن وإذا كانت حالة خاصة كما قال الله سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن لنطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا دي في الناشز تمام